خلينا نشوف هل ابو سعود عنده الطاقه انه يسوي 10 جيم وين على فاي ولا فاي حيصير متن وش متن 6 جيم وين على فاي او فاي بياخذ 3 مقيام وياخذ البطوله لان ابو سعود لازم ياخذ 3 اقيام بعدين ياخذ 3 اقيام مره ثانيه نايس ابو سعود الحين متقدم ها يا جماعة باقي موجودين اوبا سلام عليك داون تلت انتو باكير اللي حاول يسوي زي دروب انتو داون اير بس ما راح يمديه موز الاسطوره حياك حياك عشان طفشت من المزز وجيتنا ولا احنا احسن من المزز ولا احمد شلون اسوي التوقعات نايس ابتلت تويتش خلينا نضبط لكم توقعات ايديت 1-1 مينت مانج بولز Choose protection outcome. ما أعرف صراحة. I have no idea. ما أعرف مسوي الأولى أول. Choose outcome of the Saudi guys. Complete prediction. Complete prediction. الحين نسوي start prediction. نحط. يلا ستارت قارت ايش قاعد يصير نرجع للجيم ها بتقدم ابو سعود حلو والز سلام عليك اعتقد هو طقه باكر مات اوه مس فاير ويموت لا والله عايش حلوين نير انتو ابير سلام استنى سبو الدوج رائعة من ابو السعود يا عيني اوه ماي جاد كانت فكرة اوكي داون ثرو انتو ابي نيفر مايند هي مست حلو البانش اكشلي مرة حلو سلام عليك طاحت من البنانة وعطاها اف سماش نايس باري او بانير انتو باكير باك اكشلي نير انتو باكير ممتازة سلام حلوين اوكي لا يموت لا نايس نايس دي اي حلوين الريكفري ممتاز حلوه وكانت كلوس داش تاك سلام اوف ستيج حلوين ريكفري مع ابو السعود ابو السعود وصل نص ستيج طبعا ديدي كونغ يقدر يسوي اللي يبغاه عشان يروح نص ستيج واعتقد انه حيموت يس سوى عليه قلب عليه الدي اي في اخر شيء واخذ الجيم 1-0 لمصلحه فاي اي توكي اخذ الثالث Let's go to game number 2 مع ان ابو سعود او اي بي ار كان متقدم اغلب الجيم بس قدر باي كلشت ات اوت في اخر شيء كونفيرم ممتاز الدومبي اعتقد نير انت دومبي بس ما ادري ايش هي دومبي بس ما ادري وش اللي بداها اصلا حلوين حلوين فول هوب امتي فول هوب نزل امسكه بانش او ما بانش
نايس. حلوين حلوين. سلام نير انتو نير انتو باكر بانش. حلو شحن الاسماش. سلام عليك والله ما خلاه في حاله. اوه ريفرس اب اير انتو باكر. ما عنده جنب اعتقد. يا جاب العيد جاب العيد ونزل في ال شو اسمه هذي البلندر ومات. اوكي حلو استنى الرول قاعد اعطاه بانش. سلام عليك يا اخي رائع. لكن كان بس قدر يرجع البرسنت حقه ما كان مره كثير. باي صراحه الاكستنشنز والادفانتج ستيتس للاثنين مره حلو. اوه فيفت جراب ابي. لا انا باكر. اوكي اوكي اوه نايس وصلنا ستيج. طبعا ديدي كونغ من الشخصيات القليله اللي في اللعبه هذه اللي تقدر انها تاخذ ستيج كنترول بحركه واحده تسوي سايد بي وبعدين بوم انا في نص الستيج بوم انا كان انا ابغاه بوم اقدر اسويها ضربه اقدر اسويها كوماند جراب. ون اوف ذا بيست موفمنت اوبشنز ان ذا جيم صراحه حلوه. يوم بي غطى عليه اكثر من اوبشن لان انفنسبل فريم 1 لويجي. الحين نتكلم عن الستوك الاخير اللي اي بي ار في الجيم الثاني بينما باقيت له ستوكتين. باي سلام عليك. البطولة مهتمة يا كروم فيها اهتمام. لو الغوريلا موجود كمان فيها اهتمام. حلو داون تت اب سماش. حلوة سلام عليك يا ابو السعود. لا لسه عايش توه. حلوين سلام عليك يا فايل بانش. حلوه كان ببنش السايد بي باب سماش لكن متاخر شوي. سلام عليك زيد بنانا انتو باكير. لو طقوا الحين بيموت. اوه ما اعتقد بيموت ولا يس. ريكفري من بالسعود. اوه والله العظيم انش كل واحد فيهم انير. لا سلام عليك شال البينت وطق باكر. ذي 3 جيمز مره مره كلوس في الحالتين لكن فاي كلتش ذيس اوت. الكلتش فاكتور عند فاي مره رائع صراحه. قدر انه يطق البينت بالباكر ويذبح ديدي كونغ والبينت حقته بضربه واحده. عصفورين بحجر او اكشلي غوريلا وبينت بحجر. قرد ما ادري هو قرد ولا غوريلا شو وضعه اصلا. المهم شو اسمه ذا صائد الاشباح. او ايش الترينر الترينر از باك. طبعا الترينر من الشخصيات اللي عنده اللي عنده ثلاث بوكيمونات سكويرتل شو اسمه ذاك ايفي سور وتيريزارد. السكويرتل هو اللي يقدر اكثر شيء يتنافس مع لويجي في النوترال لكن عندك برضو ايفي سور يقدر يسوي تشيز مره سريع للريكفري حقت لويجي لان عنده داونيرات وعنده فله. بس خلينا نشوف اكشلي حلو الموفمنت اوبشن رائعه. السلام عليك. لو انضرب حيموت. اوكي ما انضرب حلوه. اوه والله وصل. اوكي بانش حلو بانش. اوه كانت قريبه. حلوه نايس. حلوه جميله. اوه اوه كبير هذا كبير بامكانك ياكل الكومبو كله. سلام عليك حلو الباكير معناها صارت بطلك اللي سبحت.
والله مجد جوري يبغى لها مرشندايز من ال شو اسمه من الايموت. حلوه جميله رائعه. توني بقول اني انت عندي اي حقي كذا ضربت حتموت لانك انت مره خفيف. سلام 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 عليك. حلوه تقعد حيموت. لا حيموت حيموت حينفجر. That's it. Yes, that's it. Vi takes it بالconvincing zero death في آخر الجيم. 3-0 and the handshake صراحة ممتاز. Vi مبروك الفاي ومبروك لأبو السعود أو IBR المركز الثاني. المركز الثالث التوكي والمركز الرابع الزانزا. وما أدري عاد الباقي مكان بس خلينا نشوف إن شاء الله نشوفكم البطولات الجاية. وإن شاء الله كل اللي في الشات انبسطوا واستمتعوا معنا ليلة خفيفة بسيطة ستريم سريع. بطولة خفيفة اليوم إن شاء الله نشوفكم بطولات الجاية تكون أحمس وأكبر وأطول ونزعجكم زيادة. حياكم الله جماعة الخير. السلام عليكم.